يا كابتن حاتم، طبعا صباح الخير والف مبروك، وكلنا سعداء واكيد فرحه حضرتك برضو يعني مختلفه الى حد ما. يعني تعرف جيانا من زمان، دربتها وعارف الكواليس، الابس اند داونز زي ما بيتقال، الصعوبات. خلينا نعرف من حضرتك، صباح الفل عليك في البدايه. صباح الخير عليك والف مبروك للاسطوره جيانا والف مبروك للنادي الاهلي والمصري. خلينا نسمع من حضرتك يعني كواليس، خليني اعرف من حضرتك والناس برضو تسمع دلوقتي من كابتن حاتم، ازاي كان المشوار؟ يعني المشوار مش بيبقى، يمكن الفوز بيكون لحظه لكن بيسبقه العديد من بقى الامور والصعوبات وغيره. خلينا نعرف من حضرتك يا كابتن حاتم. اولا انا ببارك للدكتوره جيانا، الدكتوره جيانا والجهاز الفردي كله برئاسه الدكتور رضا عاصم والدكتور محمد حسن. جيانا 4 سنين من التعب، تعب فعلا بكل معنى الكلمه. جيانا مرن صبح وبالليل، جيانا حياتها الشخصيه يعني تكاد تكون نسيتها عشان الهدف بتاع الاولمبياد، طبعا بالاضافه للبطولات العالميه اللي حققتها الاسطوره جيانا. يكفي لو اقول لحضرتك ان وسط البرنامج الاعداد بتاعها واللف الاهلي والاولمبياد طوكيو كان عندنا محطوطين رئيسيين في الدوري الممتاز، وطلبنا من جيانا انها تتفرغ للملف الاولمبي. اصرت انها تلعب في النادي الاهلي، تنافس معانا في منافسات الدوري. جيانا قوه ضاربه طبعا، اي فرقه فيها جيانا بيعتبر 50% من المكسب. وحصلنا على الدوري الممتاز عامين، اخر عامين الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، وفضلت انها تلعب البطوله، وده مجهود كبير من جيانا. الحقيقه جيانا تتمتع بروح بطوليه عاليه، عندها اصرار غير عادي، موهبه من وهي صغيره في النادي الاهلي. كل مدرب اتمرن او مرن جيانا فخور انه مرن جيانا. ادب واخلاق واصرار على المكسب، حب بلا عطاء للنادي الاهلي ومصر. ربنا يحميها ويحفظها يا رب، وطبعا خير تتويج الميداليه الاولمبيه، كنا طبعا نتمناها ذهب بس ظروف التحكيم والاحداث اللي حصلت. صحيح، بس هي برونزيه طعم الذهب. صحيح، هي خلاص، هي الجمله دي فعلا يعني كلنا مقتنعين بيها، لان هي عن حق للاسف الشديد يعني ان ده تم، ولكن احنا برضو سعداء طبعا بهذا الانجاز. خليني اروح مع حضرتك شويه نتكلم عن الكاراتيه والنادي الاهلي. يعني دكتور محمد حسن حاليا معانا، وهو حدثنا ان الاهلي في الكاراتيه يمكن من افضل النوادي في العالم، فبرضو نروح لتفاصيل اكتر مع حضرتك كابتن حاتم. الحمد لله رب العالمين، بفضل تخطيط اداره الجهاز دكتور محمد، احنا تصنيف النادي الاهلي كانديه الاول على العالم. طبعا كانت اخر بطوله لنا كانت في تركيا. كان عندنا قبل كده استمرار مجلس الاداره بيرعى جهاز الكراتيه في سفريه واثنين على مستوى الانديه، كنا بنشارك فيها بلاعبتنا، وكنا برضو مصنفين على مستوى العالم. الحمد لله احنا عندنا ما يقارب 45 بطل عالم يمثل مصر في بطولات دوليه، سواء بطولات عالم افريقيا. الحمد لله بفضل الله جهاز الكراتيه ولاعيبه النادي الاهلي، احنا عندنا 40% من نتائج المنتخب الوطني باسم ابناء النادي الاهلي. طبعا اول ميداليه عالميه حصل عليها جهاز الكراتيه الدكتور مهند مجدي، الاسطوره والايقونه بتاعت الكراتيه. واحنا على المستوى المحلي ابطال مصر ما يقرب من 20 سنه محافظين على الصداره، وكل سنه بنسعى ان احنا نطور، نشوف الاخطاء اللي عندنا ونشوف العيوب اللي عندنا ونحسن من ادائنا. الحمد لله بفضل الله اولادنا، اولاد النادي الاهلي كلهم من اعضاء العاملين، مش اي حد من بره النادي الاهلي، كلهم اولاد النادي الاهلي الحزام الابيض لغايه ابطال العالم. بنسعى وبنتعلم من اخطائنا وربنا بيوفقنا. ربنا يوفقنا فعلا، ويا ريت كمان يعني يكون في بقى حديث، انا متاكده ان ده هيتم ما بين جيانا واللاعبين حتى الناشئين في الكاراتيه، علشان يقدروا ان هم يستفيدوا من يعني الخبره ويسمعوا ويتعلموا، يكون اكيد قدوه ليهم، فاحنا نستغل ده في شكل ايجابي فعلا للعيبه الاخرين اللي عندنا في النادي. دي تبقى نقطه او لفته جميله جدا. بالتوفيق كابتن حاتم، ومبروك علينا مره ثانيه يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا، وتمنياتي بالتوفيق. شكرا.